مساء الخير مشاهدي قناة نايل لايف وحلقة جديدة وصفحة جديدة. ما زال كثير من المصريين بينزلوا الشوارع وطبعا بيخرجوا بيروحوا ويجوا في الوقت اللي مفهوش حظر تجول المواطنين اللي هو الصبح اللي هو بيبقى من الساعة 6 الصبح إلى 8 بالليل بعدد كبير جدا للأسف الشديد. وللأسف الشديد وخاصة النهاردة الاثنين يعني مش عارف ليه هو اليوم العالمي للزحام في مصر هو دايما يوم الاثنين. فتلاقي دايما المحور والدائري في كمية عربيات بشكل مهول ولا كأنه في فيروس كورونا وفي وباء في البلد. ولكن في نفس الوقت في التزام كبير جدا ونسبة يمكن 99.9% من مواطنين مصر ملتزمين بالحظر حركة المواطنين اللي هو من الساعة 8 بالليل لغاية الساعة 6 صباحا. ما زال في ناس كتيرة جدا مواطنين مصريين ما بيلبسوش الكمامة لما بيروحوا سوبر ماركت أو بينزلوا في الشارع أو حتى في المواصلات وخصوصا مثلا في القطارات أو في مترو الأنفاق. ولكن القوات المسلحة والجيش المصري متواجد في شوارع مصر وبيهدي الكمامات للمواطنين المصريين كل يوم ببلاش في مترو الأنفاق أو في القطارات في محطات القطارات. ما زال الإصابة بفيروس كورونا في مصر وعدد الوفيات بفضل الله وحمده وبفضل الإجراءات الإسبقية والإحترازية ما زالت في الخطة اللي كانت محطوطة من الدولة لمكافحة فيروس كورونا وما تعدتش المستوى اللي هو المنخفض للمتوسط وما خرجتش عن هذا الحد. طبعا بفضل الله علينا وبفضل طبعا الإجراءات اللي بتعملها الدولة. ولكن في نفس الوقت حضراتكم الصين اللي هي ابتدت تشم نفسها بسبب فيروس كورونا أو وحالات الوفيات سجلت امبارح او النهارده 100 حاله جديده من فيروس كورونا مع انها كانت جت فتره ما بقاش في عندها اصابات خالص لا يذكر. ولكن ما زال في الصين اللي هي اول واحده اصيبت وفي نفس الوقت عندنا امل كبير لهذه المنظومه اللي سبقتنا ان هي ممكن نتبع الخطوات بتاعتها. رجع تاني بقى في 100 حاله جديده في الصين. ده بالإضافة إلى أن بقى إيه أعلنت حالتي حمى خنازير أفريقية في إقليمين كانو وشنتي. إيجابيات سلبيات. ما زال أو للأسف الشديد في الفترة اللي فاتت كان في تنمر من المواطنين المصريين أو بعض المواطنين المصريين في بعض أحياء والمحافظات للمصابين بفيروس كورونا واللي توفوا بسبب فيروس كورونا أو حتى ممكن يكونوا ما توفوش بسبب فيروس كورونا. وتجمهر بعض المصريين في بعض القرى في الدقهلية بأن هم مش عايزين يدفنوا الدكتورة المصابة بفيروس كورونا. ولكن في نفس الوقت تدخل وزارة الداخلية ونفذت القانون ودفنت السيدة المصطفى الدكتورة اللي هي بتعالجهم أساسا اللي هي أساسا يعني بتلحقهم من الموت من فيروس كورونا ومش راضيين يدفنوها. في نفس الوقت زي ما أنا قلت وزارة الداخلية تدخلت وبفضل الله وبفضل القائمين على الدولة دفنت. والنائب العام أحال 23 عنصر من اللي اتجمهروا بتهمة كبيرة جدا في هذا الموضوع. و رئيس الوزراء مصطفى مدبولي دكتور مصطفى مدبولي كلم زوج المتوفاة دكتورة وبالنيابة عن جمهورية مصر العربية كلها قال له البقية في حياتك وتم الاعتذار بناء على تعليمات الدكتورة أو تصريحات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة. قالت أنه نسبة الإصابات في فيروس كورونا للأطقم الطبية لا تزيد عن 12% فقط. الإيجابية
انك انت تلاقي 15,000 طالب من كل كليات الطب في جميع انحاء الجمهوريه متطوعين وليس الزاما عشان ياخدوا كورسات او تدريبات الخاصه بمواجهه فيروس كورونا. ايجابيات سلبيات. طبعا الاقتصاد العالمي، ودي اخر نقطه، طبعا الاقتصاد العالمي والاقتصاد بشكل عام في كل حته بيخسر تريليونات الدولارات، واكيد مصر برضو اصيبت بهذا الموضوع بانه يبقى في مشكله في الاقتصاد المصري. ولكن بسبب الاصلاح الاقتصادي اللي عمله واستحمله المصريين في السنوات الماضيه، بفضل الله الدوله المصريه قادره انها تقف امام هذا الفيروس، وكل الجهات المعنيه في الدوله بتحاول تقوم بدورها لان الاقتصاد المصري ما يحصلوش وعكه زي كثير من دول العالم الكبيره في كل المجالات، اذا كان اقتصاديا، اذا كان عسكريا، اذا كان اذا كان اذا كان. حضراتكم الوقوف بجانب كل المحيطين وكل عناصر الاقتصاد المصري، وحضراتكم زي ما انتم شايفين الدولة واخدة الاتجاه بتاع انك انت الاتجاه الخاص بانك انت المصانع والمؤسسات الاقتصادية لا تتوقف، قلل العمالة، ولكن في نفس الوقت خد احتياطاتك الكبيرة في الإجراءات الاحترازية، وفي انك انت تلبس الكمامة، انك انت العمال ما يبقوش جنب بعض، و و و. ففي ايجابيات وفي سلبيات، في ايجابيات وفي سلبيات، والدنيا كده، الدنيا فيها ايجابيات وفيها سلبيات، الدنيا فيها الجنة وفيها النار، طول البشرية كده طول الوقت. ما تركزش على السلبيات بس، وعلى فكرة ما تركزش برضو على الايجابيات بس، لازم تركز، تخليك في الوسط، تشوف ده وتشوف ده. لو قعدت تركز على السلبيات على السلبيات على السلبيات، نفسيا هتلاقي نفسك ممكن تنتحر، ده على حتى بدون كورونا وبدون فيروس كورونا والوباء. وفي نفس الوقت لو قعدت تركز على الايجابيات 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 فقط، من غير ما يبقى عندك احتراز، انك تبقى عندك حس لا شعوري بانك انت تخاف من ممكن يحصل حاجه مشكله معينه، فلازم برضو يبقى عندك الإمكانية أنك أنت تفكر في الاتجاهين وتفضل في النص، ولا تروح ناحية السلبيات طول الوقت فيحصل لك انهيار نفسي، ولا يكون طول الوقت بتفكر في الإيجابيات فقط. لازم برضو عشان لو لا قدر الله حصل حاجة يبقى أنت عامل حسابك أنك فكرت فيها. على فكرة النهاردة في حلقتنا هنتكلم عن المنطق اللي أنا قلت بيه أو بديت بيه الحلقة دي، وهو المجتمع المصري يتصدى للتنمر ضد مصابي كورونا. وفي نفس الوقت معايا ضيف الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي. لو قعدنا نتأمل بس شوية في الكلمتين دول هنلاقي إن شاء الله بإذن الله تعالى نعدي هذه الفترة، وبإذن الله تعالى حياتنا تبقى أفضل وأفضل، إن شاء الله مصر ربنا هيحفظها بإذن الله تعالى. النهاردة عندنا بعض الأخبار المتنوعة والهامة لحضراتكم إن احنا نعرفها أكثر وأكثر، لأن زي ما قلت في سلبيات وفي إيجابيات، وفي إيجابيات في سلبيات. الحكومة 42 جهة إدارية تسدد تعويضات لشركات المقاولات بقيمة 14.468 مليار جنيه. تابع الدكتور مصطفى بدبولي رئيس مجلس الوزراء موقف صرف التعويضات المستحقة للمقاولين والموردين من خلال تقرير عده الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي تضمن جهود اللجنة العليا للتعويضات في مواجهة والتأكد من صرف قيم هذه التعويضات من قبل الجهات الإدارية المعنية المنوط بها سداد هذه القيم. وكشف الدكتور عاصم الجزار خلال التقرير أن قيم التعويضات التي قامت الجهات الإدارية بسدادها فعليا بلغت 14.668 مليار جنيه، وهو ما يمثل
83 و58 من 100% من اجمالي القيمه المستحقه للمقاولين الموردين البالغه 17311 مليار جنيه، وذلك خلال الفتره من 2 مايو 2018 حتى 29 ديسمبر 2019، وهي القيم التي كان مجلس الوزراء قد اقرها خلال شهر فبراير الماضي. واضاف التقرير ان اللجنه العليا للتعويضات قامت بمراجعه كافه الجهات الاداريه المنوط بها صرف التعويضات للتاكد من قيامها بسداد القيم المستحقه لشركات المقاولات. وتتمثل هذه الجهات التي قامت بالسداد في 19 وزارة هي وزارات الإسكان، العدل، النقل، الداخلية، الثقافة، الري، المالية، الصحة، التربية والتعليم، التموين، البترول، الإنتاج الحربي، الأوقاف، التعليم العالي، السياحة والآثار، الكهرباء، التضامن، البيئة والاستثمار. القوى العاملة تطلق غرفة عمليات لمتابعة صرف 500 جنيه لعمالة غير المنتظمة. وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان مديري مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة بالقيام من خلال غرفة العمليات المشكلة برئاستهم والمفتشين بكل مديريات التابعة لمتابعة المتابعة الميدانية لأعمال صرف المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى الخميس المقبل. مساندة من الدولة للعمالة غير المنتظمة المضارة من تداعيات فيروس كورونا وقدرها 500 جنيه من مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي المصري ومراكز الشباب التي يتم صرف المعاشات بها. وأكد وزير القوى العاملة ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطية الوقائية لتلافي حدوث أي تجمعات والتواصل المستمر مع المسؤولين حتى مكاتب البريد وفروع البنك القائمين بعمليات الصرف لتذليل أي صعوبات أو عوائق، لافتا إلى إعداد تقرير يومي بالوضع في أماكن الصرف في نهاية كل يوم من أيام الصرف. وأوضح سعفان أن إجمالي المنحة 1500 جنيه تصرف على مدى 3 أشهر لنحو 1,400,000 مستحق، مشيرا إلى أنه تم تقسيم المستحقين على شرائح بحيث تصرف المرحلة الأولى بدءا اليوم الاثنين ويستمر لمدة 4 أيام على التوالي حتى يوم الخميس الموافق 16 إبريل الحالي، وذلك عبر رسالة نصية ترسل إلى التليفون المحمول ترسل للمستحق قبل الصرف بيوم وتحدد موعد الصرف ومكانه. معنا مداخلة من الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي. مساء الخير يا دكتور. مساء النور على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. ازاي حضرتك يا فندم؟ ان شاء الله اكون بخير واهل بيتك بخير. الحمد لله، ربنا يا رب يحفظ بلدنا ويحفظ العالم كله من كل سوء يا رب. يا رب. دكتور علي، تعليقك على المنحة اللي حددها سيد رئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة الغير منتظمة، وان هم حددوا 4 أيام وفي يوم كمان لو في حد يعني ما صرفش في خلال الأربع أيام يكون في يوم احتياطي لكل العمالة الغير منتظمة في مصر. يمكن كلنا متابعين تداعيات فيروس كورونا ويمكن الخسائر الاقتصادية اللي اتحققت على مستوى العالم كله، وأكيد الاقتصاد المصري جزء من هذا الاقتصاد، وأكيد حصل كثير من الخسائر لقطاعات على وجه التحديد زي قطاع السياحة والطيران، وكمان ضرر بالنسبة لكثير من العمالة وبالأخص العمالة غير المنتظمة. الدولة بتتخذ مجموعة كبيرة جدا من القرارات اللي تقدر ان هي تقلل بيها نزيف الخسائر ديت، وتقدر ان هي كمان يبقى في بعد اجتماعي مهم جدا لعدد ليس بالقليل، وهي العمالة غير المنتظمة اللي كتير من الاحصائيات بتؤكد ان هي قد تتخطى 2 مليون عامل في وظائف غير منتظمة. ده جزء. الجزء الثاني، يمكن وزير المالية أعلن عن تخصيص أكثر من حوالي 3 مليار جنيه لهذه المنحة الخاصة بال 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، وكمان إزاي إن الدولة بتحاول إن هي تقدم هذه المساعدات المادية بالشكل اللي يحافظ على صحة المواطنين، وعن طريق استخدام وسائل عدة تقدر ان هي توفر له المنح ديت. ويمكن كمان حتى سيادة الرئيس اكد على ان ما نبصش في المبلغ على ان هو 500 جنيه بس، لان بيبقى فيه
منافع اخرى بيستفيد منها المواطن، سواء عن طريق البطاقه التموينيه، سواء على الدعم اللي بيتوجه ليه الخبز. وبالتالي دي كلها ممكن لما نحسبها توصل المبلغ ان هو اكثر من 1200 جنيه. اعتقد ان ده كان دور مهم جدا للدوله بتقوم بيه، مرتبط بالبعد الاجتماعي، ازاي ان هي تساعد مواطنيها في الظروف ديت. والدوله يمكن في مجمل الاجراءات اللي هي اتخذتها لدعم الاقتصاد على حسب التعديلات ان هي تتخطى ال 200 مليار جنيه. نامل باذن الله الفتره اللي جايه ان القطاع الخاص ورجال الاعمال يتعاونوا اكثر مع الدوله لتخطي هذه الفتره الصعبه، مش في تاريخ مصر ولكن في تاريخ العالم كله. دكتور، بعد اذن حضرتك، شفت ازاي ان الدوله الساده العماله غير منتظمه لما هيروحوا يصرفوا في خلال الاربع ايام الشهر اللي هو ال 500 جنيه هيديهم ظرف جواه بطاقه ائتمانيه بحيث ان هم بعد كده هيصرفوا في خلال الشهرين التانيين عن طريق الماكينات الصرافه المختلفه والمنتشره في جميع انحاء الجمهوريه؟ الدولة يمكن كانت واخدة إجراءات مرتبطة بالشمول المالي بقالها فترة كبيرة جدا، وكانت حتى يمكن بالنسبة للبطاقات كان بيتم حتى تقديمها للمواطنين بالمجان لمدة 6 أشهر، لكن يمكن كتير من المواطنين ما كانش يعني مهتم شوية بهذا الأمر. لكن حرص الدولة على استخدام أدوات الشمول المالي وإن يتوفر بطاقات ائتمانية للمواطنين دي مش هتفيده بس حتى في الجزء المتعلق بالمنحة، ولكن ازاي ان هو يتعامل المواطن مع الجهاز المصرفي فيما بعد كمان، في ازاي ان هو يحصل على قروض مخفضة، ازاي ان هو يستفيد من عديد من المبادرات اللي بيقدمها الجهاز المصرفي. نعم، خلينا نقول ان ده جزء مهم جدا يقدر ان هو يوسع قاعدة التعامل ما بين المواطنين وما بين الجهاز المصرفي. احنا بنتكلم على ما يقرب من حوالي 21 مليون فرد فقط اللي بيتعاملوا مع الجهاز المصرفي، اكيد محتاجين ان احنا نزود الاعداد دي تزيد في الفتره اللي جايه في ظل اتجاه العالم كله بقى في شمول مالي. يعني فكره التعامل بالكاش ده خلاص ما بقاش موجود في العالم، والدوله بصراحه مش بادئه من النهارده، الدوله بقى لها حوالي 3 أو 4 سنين بتشتغل على ملف الشمول المالي وعلى تقديم تسهيلات لازاي ان المواطنين يبتدوا يستفيدوا من الخدمات المصرفيه بشكل اكبر، وان كمان ما يبقاش التعاون بالكاش، لان كمان حتى الموضوع ما بقاش مرتبط بالاقتصاد ولكن ايضا مرتبط بما هو اهم، بصحه المواطن وسلامه نعم. المواطن. نعم دكتور، بعد اذن حضرتك، وبرضه يبقى يكون عندنا قاعده بيانات اكثر واكثر، صحيح؟ اكيد التعامل مع الجهاز المصرفي ودوت بيوفر بعد كده بيانات ومعلومات بنقدر حتى نستفيد منها في الشان الاقتصادي ككل. يعني بمعنى ان لما محافظ البنك المركزي قدر يخرج بتصريحات ان احنا في 3 أسابيع سحبنا اكثر من حوالي 30 مليار جنيه، ان احنا دلوقتي عندنا حجم استثمارات مثلا في شهاده ال 15% اكثر من حوالي 70 مليار جنيه، تقدر ان انت تمسك البيانات دي كلها، تقدر ان انت تحللها، تقدر ان انت تاخد مجموعه من القرارات اللي تضبط بيها عمليه السحب والايداع وخلافه من هذه القرارات المنظمه. دكتور علي، اخر سؤال سريعا بعد اذنك في رد سريع، كان الخبر الاولاني عندي النهارده هو 42 جهه اداريه سددت تعويضات لشركات المقاولات بقيمه 14.468 مليار جنيه، تعليقك ايه سريعا على الخبر ده؟ الدوله بتحاول ان هي تعوض كل الجهات وكل الشركات اللي ممكن تكون عانت من بعض الخسائر، وده دور متوازن، يعني بمعنى ان الدوله بتحاول ان هي قدر المستطاع تقف مع الجميع في مرور هذه الازمه. نتمنى برضو ان الجانب الاخر او القطاع الخاص ان هو يبادر الدوله نفس الاتجاه. دكتور علي إدريس، خبير الاقتصادي، شكرا لحضرتك يا فندم، وان شاء الله تزورنا قريبا في الاستوديو ونتكلم اكثر في مجال الاقتصاد بشكل عام. الخبر الثالث معانا، التعليم تتيح منصة البث المباشر للحصص الافتراضية كبديل للحصص المدرسية. أعلن الدكتور طارق شوقي اليوم الاثنين منصة البث المباشر للحصص الافتراضية بين الطلاب والمعلمين، حيث أتاحت الوزارة منصة التواصل المباشر بين المعلمين ذوي الخبرة والطلاب من لقاءات مباشرة يتم إعلانها على هذه المنصة طبقا للجداول المتاحة، وتهدف إلى تواصل فعال بديل للحصص المدرسية عبر شبكة الإنترنت باستخدام برامج التعليم عن بعد.
حيث يمكن متابعة البث وجدول الحصص الافتراضية عبر الرابط التالي www.stream.moe.gov.eg. وأكد الوزير أنه تم إتاحة منصة أدمودو للتواصل بين المعلمين والطلاب وأولياء الأمور عبر الرابط أدمودو. كان وزير التربية والتعليم الفني أعلن جدول المشروعات البحثية للطلاب سنوات النقل الذي يعد شرطا للانتقال للطلاب في الصفوف الدراسية من الثالثة الابتدائي حتى الثالث الإعدادي إلى السنة التعليمية التالية. وقال الدكتور طارق شوقي المشروع البحثي هدفه تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي العمل الجماعي بين الطلاب، الاعتماد على الذات والبحث والتحليل وربط الموضوعات وطريقة صياغة الأفكار وغيرها من المهارات الضرورية لأبنائنا الطلاب، مشير إلى أن المشروعات البحثية تغيير جذري في عملية التقييم والتعليم لأبنائنا الطلاب. الخبر اللي بعد كده، التعليم تحدد 14 طالبا بكل لجنة فرعية بامتحانات الثانوية العامة بسبب كورونا. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب تم إرساله للمديريات تحديد عدد طلاب الثانوية العامة في كل لجنة امتحانات بمعدل 14 طالبا لكل فصل أو حجرة، ويتم توفير 2 فصل احتياطي بكل لجنة تحسبا لأي ظروف اضطرارية. وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لن يتم المساس باللجان الاحتياطية أو الاستراحات السابقة مع إمكانية فتح لجان جديدة إذا استدعى الأمر، على أن يتم تنفيذ جميع الإجراءات المتبعة في إنشاء اللجان طبقا لموافقة وزير التربية والتعليم وعمل محضر معينة جديدة لكل لجنة يتم فتحها، عمل رسم كروكي للجنة الجديدة. خبر خامس، النائب العام يأمر بحبس 23 متهما بواقعة رفض دفن طبيبة الدقهلية. أمر النائب العام مستشار حمادة الصاوي بحبس 23 متهم بواقعة تجمهر البعض ومنعهم دفن طبيبة متوفاة بمحافظة الدقهلية 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاشتراك في ارتكاب عمل إرهابي وهو منع دفن جثمان سيدة متوفاة إلى رحمة الله باستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الربع بينهم وتعريض أمنهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر والإضرار بالسلامة الاجتماعية ومنع وعرقلة السلطات العامة من ممارسة عملها ومقاومتها واشتراكهم في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب الجريمة الإرهابية المذكورة. تحية كبيرة جدا للنائب العام اللي يعني وكل جهات الدولة الحقيقة، زي وزارة الداخلية لما راحت وأمرت إن هي لازم تدفن، وربنا يرحمنا من يعني يعني حتى أنا سمعت حضراتكم في مكالمة داخلية، مكالمة يعني على الهواء مع بعض الزملاء، انه زوجها نفسه قال لا دي كانت اوريدي كمان اتعافت، يعني اتعافت اساسا من الفيروس وكانت مريضه بحاجه تانية يعني. فربنا يبعد عننا اهل الشر باشكالهم بقى. شيخ الازهر رفض دفن او استلام جثث موتى كورونا محرم شرعا واخلاقا. وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أمس الأحد رسالة تلفزيونية إلى الشعب المصري بشأن مستجدات فيروس كورونا، أكد خلالها أن مظاهر التنمر والسخرية من مصابي فيروس كورونا المستجد وضحاياه أمر خطير ومرفوض شكلا وموضوعا، ولا يجوز أبدا ولا شرعا أبدا ولا شرعا ولا مروءة أن يسخر إنسان من إنسان آخر أصيب بهذا الوباء أو مات به أو يتنمر ضده، والواجب هو أن يدعو الإنسان لأخيه الإنسان وأن يتضامن معه وألا يسخر منه بكلمة أو نظرة أو فعلا أو قولا يؤذي المصاب ويؤذي أهله. يا
ياسمين منصور تسليم منشأة سياحية مكونة من 200 غرفة إلى وزارة الصحة. أعلن ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير عن تسليم منشأة سياحية كاملة التجهيز مكونة من 200 غرفة على أعلى مستوى في قلب القاهرة، والتكفل بجميع مصاريف الإقامة الكاملة للمرضى والأطباء وطاقم الخدمة الموظفين وعمال الصيانة لمنشأة على مدار الساعة، وذلك على اللجنة الوزارية لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة، حيث تم تسكين 71 حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا للحجر الصحي بها. كما تم تقديم دعم مادي بقيمة 5 ملايين جنيه لتعزيز الجهود الاستباقية لوزارة الصحة ورفع الكفاءة التشغيلية لمعاملهم المركزية في مواجهة فيروس كورونا. ممثل الصحة العالمية بمصر: الخوف من نقل الحيوانات الأليفة كورونا غير مبرر. قال جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر أن الحيوانات الأليفة تعيش في المنزل مع الإنسان، وأن التعامل معه لابد أن يكون مثل أي إنسان يعيش في البيت من خلال مستوى النظافة لحمايته وحماية أنفسكم، ولكن الذي حدث من بعض الناس ببعض الدول تجاه حيواناتهم الأليفة بتركها في الشوارع هو أمر غير لائق ولا إنساني. رئيس الوزراء يستعرض تقرير حول فعاليات وأنشطة وزارة الثقافة خلال مارس 2020. تلقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقريرا من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بشأن الفعاليات والأنشطة والعروض الفنية والإصدارات الجديدة والخدمات الثقافية التي قدمتها الوزارة خلال شهر مارس 2020. وفي مستهل التقرير أشارت وزيرة الثقافة إلى أن الوزارة رصدت من خلال قناتها على اليوتيوب والتي تعرض ألوانا إبداعية متنوعة ضمن المبادرة الإلكترونية خليك في البيت الثقافة بين إيديك التي تم إطلاقها في 24 مارس 2020 عدد 11,508,000 زائر تفاعل منهم وشاهد العروض 1,2615 شخص. جميل ان احنا واحنا قاعدين في البيت نشوف حاجات ونشاطات ثقافية على الانترنت او على اليوتيوب. وزير التنمية ده اخر خبر معانا حضراتكم، وزير التنمية المحلية استرداد 2 مليون متر بعد ازالة التعديات على املاك الدولة. قاد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية يرافقه احمد راشد محافظ الجيزة ميدانيا اعمال ازالة 25 عقارا تم إقامتهم بالمخالفة بدون ترخيص بجوار حرم ومطالع محور الضبعة بنطاق عزبة الخليفة بحي الوراء، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية وحضور مدير أمن الجيزة والأجهزة المعنية. وأعلن شعراوي عن نجاح الدولة في استرداد 2 مليون متر مربع من أراضي أملاك الدولة بكافة المحافظات بعد التعدي عليها من بعض المواطنين بالبناء والزراعة، مؤكدا أن المحافظين يتابعون على مدار الساعة الجهود التي يقوم بها الأجهزة التنفيذية بالتعاون والتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لأعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم وقوة لمحاولة بعض المواطنين لاستغلال الوضع الراهن في القيام بالتعديات. الدولة بتحارب فيروس كورونا وفي نفس الوقت وباء كورونا وفي نفس الوقت بتردع المخالفين وليها أطماع، وفي نفس الوقت بتحافظ على أمن وأمان حدودها، وفي نفس الوقت فيها تشجيع للاقتصاد كل الجهات تعمل، كلا يعمل في مكانه في كل الوزارات بفضل الله، وربنا إن شاء الله يعدي اليومين دول على خير. حضراتكم بعد الفاصل السريع جدا هيكون معانا ضيفنا اللي هيشرفنا في الاستوديو، بنتكلم من الناحية النفسية والناحية الـ زي ما انا قلت في المقدمة، لو انا فضلت ما اشوفش حاجة غير السلبي هيحصل لي ايه، وفي نفس الوقت لو ما شفتش حاجة غير الايجابي ممكن يحصل لي ايه. دكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، والمجتمع المصري يتصدى للتنمر ضد مصابي كورونا. فاصل وراجعين حالاً.